بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن القائد صدام حسين وعن خبايا وخفايا صدام حسين كبير كبير جدا. وبما اننا ايضا بشر مش ملائكة، فالحديث عن خطايانا ايضا كما نتحدث عن مزايانا وعن افكارنا وعن طموحنا أيضا لنا جنحنا ولنا محطات ونحن نتساءل فيها. فأنا عهدت نفسي وعهدتكم أن احنا نتحدث في المحظور، في الممنوع، في الجديد، في المفاجئ المباغت. في الحقيقة أنا توقفت مع الرئيس صدام حسين في مئات التساؤلات، مش عشرات التساؤلات، مئات الأسئلة القاسية الشديدة للغاية. وفي محطات كنت بشعر فيها، أنا حابب أتكلم معاكو عادي، مش بشكل ما بعرفش أنسق وأكتب موضوع وأحدد أسئلة وموضوعات وفورم وأتكلم، بتكلم تلقائي كده. فتكلمت مع القائد صدام حسين في محطات، كنت بحس في بعض المحطات فيها بمرارة خاصة جدا وبحزن عنيف جدا وشديد جدا، لدرجة ان كنت بزعل مني ان انا سألته في الموضوع ده. يعني اقول يا ريتني ما سألتوش، من كتر حزنه وحزني وحزن الحضور، لو في بعض الحضور، وبالتأكيد كان بيبقى في بعض الحضور في اكثر اللقاءات. فمن المحطات الدامية الحزينة المؤثرة هو الحديث عن رجال صدام حسين. الحقيقة الحديث عن رجال صدام حسين شديد الخطورة وشديد الحساسية، وانا عارف ان في رجال من رجال صدام على قيد الحياة موجودين، وفي رجال مش رحلوا، وفي رجال دخلت الحكاية والرواية من انه كان بودي جارد عند عدي فقال كنت صديقا لعدي، وفي واحد كان في الصف الخلفي بالصف العشرين خلفي فقال كنت في الصف الاول وكنت كل يوم ببات في حضن صدام، وصدام نفسه اللي قال لي كده التعبيرات دي يعني. وفي ست مثلا شاهدة ما شافتش حاجة، يعني الرئيس صدام نفسه مسميها قال لي دي شاهد ما شافش حاجة، مش هقول اسامي لانها من العائلة قوي طبعا، مش بنته ده، بناته عظيمات وفضليات، لكن حد من العائلة المقربة قوي، يعني مش هقول اسمها عشان ما يبقاش عيب، اسمها إلهام خير الله تلفاح زوجة وطبال. فالرئيس صدام مسميها شاهد ما شافش حاجة، فيعني دي بيذكرها ما بيزعلش، دي لما بتيجي سيرتها بيضحك، يعني ما بيقولش، يعني ما بيحزنش منها، لكن الرئيس بيحزن جدا لما بنتكلم عن حسين كامل وعدنان خير الله تلفاح وعن أشقاء إخوات السبعاوي وطبان وبرزان، بيحزن قوي وبيحب أخته، يعني البنات طيبات يعني. فسألته السؤال المباشر وقلت له كلمني عن عدنان خير الله تلفاح، وكيف انتهى عدنان خير الله تلفاح إلى هذه النهاية المؤلمة. عدنان خير الله تلفاح وزير دفاعك من سنة 79، 10 سنوات وزير دفاع، ينتهي به الأمر مقتولا في سنة 89 في شهر مايو 89 في طائرة بهذا الشكل المريب. فمعلوماتك ايه عن الجريمة أو عن الحادثة أو عن موت عدنان؟ الحقيقة الكلام هنا شائك جدا، شائك وشيق ودامي وحزين وعنيف وقاسي ومؤثر للغاية. وأنا يعني هذا الأمر يمكن الأمر رقم 2 أو 3 في الأمور التي ندمت فيها أنني حدثت فيها السيد الرئيس. أنا عارف إن صحفي وعارف اني بلهث خلف المعلومة
وعارف ان القلم وصاحب القلم والكاتب دايما في رحلة معاناة مع البحث والتنقيب والسؤال والاستفسار والاستجواب والاستفهام وعلامات التعجب والإثارة. دايما الكاتب يبحث عن الجديد. الكاتب لو توقف يموت عن التفكير، لو توقف عن التفكير يموت، لو توقف عن التساؤلات يبقى انتحر، لو توقف عن الإبداع يبقى كتب شهادة وفاته. فبسأل غصب عني، بس فعلا أقسم بالله كنت ندمان جدا وحزين وما زلت. إزاي أسأله هذا السؤال؟ فعدنان خير الله هو شقيق السيدة سجدة خير الله تلفاح، والسيد خير الله تلفاح يبقى خال السيد صدام حسين أخو السيدة صبحة، وهو صاحب فضل السيد خير الله تلفاح الله يرحمه على السيد صدام حسين، فضل كبير. دخله المدرسة كبير في السن وأواه في بيته بشكل كبير. والحقيقة القصص السيد صدام حسين في هذا الأمر عن هذه العائلة وهذه الحياة وهذه الرحلة وهذه المرحلة وتلك الأيام والسنوات التي قضاها في بيت خاله إلى أن أحب السيدة ساجدة وتزوجها عن مشاعر قوية ومشاعر حب جياشة، يعني يكتب فيها مجلدات ومؤلفات كبيرة عن هذه العلاقة المحترمة بيني وبين بيت خاله واحترامي لهذا البيت العظيم. ثم علاقة الصداقة المتقاربة في السن والمشاعر والمودة بينه وبين ابن خاله عدنان. فأصبح صدام وعدنان صديقان كبيران حميمان بشكل كبير. وكان الحقيقة السيد أحمد حسن البكر زوج ابنه هيثم من بنت خير الله أخت عدنان. ففي مظاهرة ما بين بيت، ولذلك هو قربه من أحمد حسن البكر وفتح له مجال سياسي بعلاقات خير الله تلفاح، الرجل التربوي الكبير والواعي رحمة الله عليه. فهذا البيت صدام الرئيس والقائد يعترف بفضل هذا البيت عليه ويحبه، ليس فقط بصفة الدم والنسب والعلاقة القوية بينهما، وإنما بصلة الإقرار بالمعروف الذي فعلوه مع ابنهم وابن أختهم صبحة اللي هو السيد صدام حسين. إجلال وتقدير من الرئيس صدام إلى هذا البيت الموقر. لكن السياسة، أنا رجل لا أصدق السياسيين، وأنا ما بزعلش إن الناس تكذب أو تصدق أي سياسي حتى ولو كان. أنا كلنا معرضون لهذا في العمل العام. ميزانك هو تاريخك بالجملة وليس بالقطعة، وأنت مجموعة قطع ومجموعة مواقف تصل بك إلى هذا السن وهذا الموقف، وأن تصنف أنت رجل قوي الفكر وواضح ولا لا. ففي العمل السياسي أنا لا أصدق السياسيين أبدا مهما كان، لا أصدق أحدا، ولا حتى صدام حسين ولا جمال عبد الناصر ولا أحد. أحب دي مسألة أخرى، أتعاطف دي مسألة تانية، أتعامل دي مسألة تالتة، بيننا مشاعر ومودة مسألة رابعة. أصدق كثيرا منك أكثر ما أصدق الآخرين مسألة أولى، لكن لا أصدق 100% بالكلية. يعني ما تقوليش أنا إذا كان أنا مش متفق مع أبويا نفسه اللي خلفني 100% بالكلية مع بعض، مش ممكن. أتفق مع صدام حسين بالكلية، أتفق مع جمال عبد الناصر وأنور السادات بالكلية، مستحيل. حتى عدي قصي كانت بينهما خلافات، حتى أي حد، حتى حسام حسن وإبراهيم حسن بتوع الكورة، حتى أي توأم، حتى أي حد في أي حتة. فهذا أمر طبيعي، سنة الحياة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إن الناس مختلفة في التفكير والرؤى والتصور. فبتفكرني حادثة مقتل عدنان خير الله تلفاح رحمة الله عليه بالفريق أحمد بدوي وزير الدفاع في مصر يوم 2 مارس سنة 1981. الفريق أحمد بدوي وزير الدفاع يركب طيارة صغيرة في سيوة في الصحراء الغربية في مصر، ومعاه 13 قيادة بتاعة الجيش المصري كلها في المنطقة الغربية، علما أن القانون العسكري بيمنع منعا باتا بالقانون ان تركب 2 قيادة كبيرة في طيارة واحدة في مثل هذه الامور، لان ممكن تحصل مشكلة يبقى في قيادة اخرى.
لكن حد يركب وزير الدفاع ومعاه 13 قياده من جيش مصر كبار جدا جدا في المنطقه الغربيه ويركبوا في طياره والجو طبيعي وجميل جدا جدا زي الجو برضو بتاع عدنان خير الله تلفاح، ولا كان ملبد بغيوم ولا سحب ولا ممطر ولا امشير ولا اي حاجه، وفجاه الطياره تدخل في عمود نور. انا مش عارف عمود النور اللي طالع في الصحراء الغربيه في سيوه ده ازاي تدخل في عمود نور، فيقتل الايه المشير احمد بدوي وال 13 قياده اللي معاه. مين اللي قتلهم؟ اختصر لك الطريق واقول لك، هكلمك في الموضوع ده بعدين، بس اللي قتلهم محمد عبد الحليم ابو وزاله وحسني مبارك. هتقول لي انت بتحب على حسني مبارك، اذا واحده اتطلقت بتتهمها في حسني مبارك. لا يا سيدي، حسني مبارك الرئيس انور السادات، ما السياسه مش اي كلام. حسني مبارك كان واخد اوامر من الرئيس انور السادات، امر صارم قوي واضح، وقال له لا تدخل في العسكريه ولا تتعامل فيها، وما تشوفكش ماشي مع واحد عسكري ولا بتتعامل مع حد لابس ميل. من ساعه من تاريخ 15 ابريل 1975 ساعه ما قلعوا البدله الميري في اليوم الاسود ولبسوا البدله الملكي كنائب لرئيس الجمهوريه. حسني مبارك صديق توأم وانتيم لمحمد عبد الحليم ابو غزاله. محمد عبد الحليم ابو غزاله ما بيحبش انور السادات. محمد عبد الحليم ابو غزاله زي ما قلنا قبل كده كان بيفكر يروح ياخد كتيبه ويعمل عمليه انتحاريه في اغتيال انور السادات. ومحمد عبد الحليم ابو غزاله في خصومه دائمه مستمره مع وزير الدفاع احمد بدر. يقول له شمال يقول له يمين، يقول له يمين يقول له شمال، حتى لو قال له طب انا موافق على الشمال يقول له لا انا غيرت رايي ورايح اليمين. ومؤيد هذا وفي كفته الرجل المين؟ حسني مبارك نائب رئيس الجمهوريه. وفي نفس الوقت حسني مبارك ومحمد عبد الحليم ابو غزاله ومنير ثابت وحسين سالم شركاء مع حسني مبارك في شركه الاجنحه اللي والكلام كتير قوي مش عايزين ندخل فيه دلوقتي، ده موضوع كبير قوي. اللي هي ايه؟ لتجاره السلاح في الولايات المتحده الامريكيه، وده موضوع كبير هنتكلم فيه بالمستندات والاوراق والدنيا كلها والادله. فحكايه السمسره والسلاح واللعبه المعينه مش قادر اتخرج حسني مبارك من اللعب، لانه عايشها من زمان من ايام ما كان ضابط في الجيش. فالسادات قال له ما تدخلش الموضوع، قال له لا، فضل قاعد يلعب من ورا السادات. والقصص طويله، مش قصص يعني، الوقائع والوثائق والحكايات الحقيقيه كبيره في الكواليس، ده مش موضوع. لكن ده بيذكرك بالظبط باغتيال اي احمد بدوي بالظبط بنفس الطريقه في الصحراء بطائره. فبس ده في مارس وده في مايو، ده في 89 وده في 81. الغرابه بقى ان بعد 7 شهور من اغتيال الفريق احمد بدوي او المشير احمد بدوي يتم قتل انور السادات في 6 اكتوبر 81، وياتي الراجل اللي جه بعديه بقى وزير دفاع على طول، محمد احمد ابو غزاله. يعني بعد محمد عبد الحليم ابو غزاله ما صفى احمد بدوي، اتى هو وزيرا للدفاع عن طريق تزكيه وثقل ووجود نائب رئيس الجمهوريه. وبعدين ما قتل بقى وزير الدفاع و13 قياده، بقى في حد تاني غير ابو غزاله؟ لكن تسالني عن ابو غزاله العسكري عبقري، تسالني عن احمد بدوي فلته. احمد بدوي ده بطل الثغره، احمد بدوي ده اللي تحمل بالجيش التاني معاه في الثغره، احمد بدوي ده قياده عسكريه غير عاديه بعد الجمصي والمشير احمد اسماعيل علي والاسامي العظيمه دي الكبيره في التاريخ العسكري العظيم بتاعنا في مصر والعرب كله. فعدنان خير الله تلفاح بقى عشان ما انتهش بيكم، نفس الفكره، فكره الطياره وفكره التصفيه. فالقائد صدام حسين قال لي ترى عدنان ابن خالي؟ قلت له طبعا. قال لي ورحله عمر على طول. انا قلت لكم من شويه ما بصدقش اي حد ولا صدام حسين، صدقته وبقول لكم دلوقتي انا مصدقه، لان لما اتقتل الفريق احمد المشير احمد بدوي الناس قالوا ايه بقى؟ الرئيس السادات قتل احمد بدوي، ولما اتقتل عدنان خير الله قالوا صدام حسين قتل عدنان خير الله. لا، الحقيقه اللي قتل عدنان خير الله مش صدام حسين، وصدام حسين ما يقتلش ده ابدا، وصدام حسين كان عنده استعداد يقطع شريانه ووريده وما يقتلش صدام كامل وحسين كامل ولاد عمه وزوجي بنت ابنتين. مش بس هو اللي قال لي كده، انا عارف كده ومقتنع بكده.
وصدام قال كده، قال كنت ممكن اقطع شرياني وما يموتش حسين كامل وصدام كامل ولاد عمي وزوجي ابنتي. لكن الواقع حاجة تانية، والسياسة مدنسة ونجاسة ودناسة زي ما بيقولوا، معذرة اسمحوا لي أنا آسف. فهناك في مصر أحمد بدوي مين قتله؟ المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، ثم تولى من بعده وزارة الدفاع بعد اغتيال، هو تولاها على طول بعد مقتل أحمد بدوي، ثم بعدها بسبع شهور هو والسادات أطاحوا وقتلوا الرئيس السادات في إيه؟ في يوم 6 أكتوبر 81 بعد سبع شهور من اغتيال وزير الدفاع. هو إيه الحكاية؟ عشان برضو ما انتهوش اسمحوا لي نقطة نظام هنا في نقطة في دقيقة واحدة، أقل من دقيقة. في نائب برلماني عظيم رائع محترم، هذا ممتاز نصار، هذا النائب البرلماني العظيم لوح بحقيقة مقتل أحمد بدوي، ولوح بوثائق شراكة شركة بتاعة مبارك ومنير ثابت اخو سوزان مبارك وحسين سالم ومحمد عبد الحليم ابو غزاله في امريكا، والمستندات اودعها في حافظه مجلس الشعب، وخدها معاه مين؟ السيد الدكتور رفعت المحبوب رئيس مجلس الشعب. تم قتل رفعت المحبوب رئيس مجلس الشعب عشان يتم وضع ايدهم على المستندات، وفي نفس الوقت عشان ايه؟ ينتهي السر معاه، عشان العصابة اللي كانت بتحكم مصر ولا تزال عصابة أخرى امتدادا ليهم بتحكم مصر اللي هي شخص السيسي. فاوعى تتصور إن الجرائم العسكرية جرائم بالصدفة. وفي العراق بقى أنا عارف إن رغدة بتزعل أو هتزعل من الكلام ده، لكن هي عارفاه. وعزائي إن رغدة قالت في تعليقها على رحلتهم من بغداد إلى، وأنا آسف إن الكلام ده بنرجع نقوله وبنعيده وبنقول لان ده تاريخ، والشخصيات العامة شخصيات اختارت لنفسها انها تكون عامة وشهيرة حتى توضع تحت المجهر وتحت الميكروسكوب وتحت وعلى موائد البحث والتفاوض والتحليل والدراسة. وما فيش حد فينا ولا انا ولا غيري ولا احسن مني ولا اقل مني يكون كبير على النقد والتحليل والدراسة، طالما انه اختار انه يبقى شغال في العمل العام، صحفي، سياسي، كاتب، مفكر، وزير، رئيس دولة، كل شيء. فالسيدة رغدة صدام حسين قالت كان قرارنا الخروج من بغداد قرار خاطئ، قرار غلط، ده قالته بالنص، وكان قرار رجوعنا لبغداد قرار غلط أكبر. يعني ده كان غلط كبير خروجنا من بغداد إلى الأردن، ثم كان عودتنا لبغداد قرار أكبر خطأ وأكبر غلط من الغلط الأولاني. وده الحقيقة السيدة رغد كانت مصيبة جدا وعندها صواب وتوفيق في اختيار الألفاظ والحروف والمسميات في هذا التعبير. السيد حسين كامل كانت بينه وبين وزير الدفاع عدنان خير الله طلفاح مشاكل كبيرة للغاية. السيد وزير الدفاع وزير دفاع تاريخي، يعني حد كده يفكرك برحلة جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، يعني من أول ما يجي جمال عبد الناصر يرمي ثقله وأمانته في حضن عبد الحكيم عامر، هو مش قريبه مش من عائلته لكنه صديقه الحميم. وبرضه من أخطاء الرئيس صدام حسين ومن أخطاء كثير من الحكام العرب إن هم بيحكموا بشكل ملكي بغطاء الجمهوري. الكلام ده انا قلته 100 مره على فكره، قلته في كل حته، قلته للرئيس صدام وجها لوجه واقوله كل يوم، زي ما انا مختلف معاه في مساله الكويت بقول دلوقتي برضه قلت له كتير. يعني تيجي تبص تلاقي وزير الدفاع ابن خاله، تلاقي وزير التصنيع العسكري الثاني بعديه على طول يبقى نسيبه جوز بنته وابن عمه، وصدام كامل مش عارف ايه، وعدي ايه، وقصي ايه، وماهر عبد الرشيد، ومش عارف مين، وكل الاسامي وكل العائله، وزير الداخليه وطبار، سبعاوي مش عارف ايه، برزان ماسك المخابرات. فانت قدام هي نفسها العائله الملكيه، هي نفسها في كل حته. بس بقى حسني مبارك والناس دي بيعملوها بشكل اخر. يروح ايه؟ هو برضه نفس الطريقه ماسك كل حاجه، بس مش باين ان هو ماسك كل حاجه. لكن هنا كل حاجه معلنه.
لكن في الحقيقه تبص تلاقيهم بينجزوا اشياء وبيقدموا اشياء للدوله العراقيه، للحكم، في ظل شخصيه اسطوريه زي الرئيس صدام حسين، في ظل شخصيه غير تقليديه حازمه واعيه مدركه زي الرئيس صدام حسين، لكن له اخطاء، له اخطاء كتير جدا، لان عصر المخلصين ده دول الانبياء بس. كل الانبياء ربنا يقول انه لمن عبادنا المخلصين، وانه من عبادنا المخلصين بفتح اللام. لكن احنا بقى العاديين دول المحشر البشر العاديين ممكن نبقى مخلصين بكسر اللام في قضيه، وفي قضيه ثانيه اخطات، وفي قضيه ثانيه اخطات جدا، وفي قضيه ثانيه حققت النجاح والصواب جدا. فاحنا بشر عاديين نصيب ونخطئ. فالرئيس صدام في الكلام عن عدنان خير الله ترفعه وموضوعه بامانه هو بريء منه تماما تماما تماما. لكن حسين كامل هو القاتل الحقيقي لعدنان خير الله تلفاح، قبلت رفض ام لم تقبل؟ وانا اسف هي عارفه. مش هي عارفه وقتها انا رايح اقتل عدنان الساعه كذا خلي بالك يلا سلام عليكم، لا طبعا مش الكلام ده. لكن مع الواقع والتاريخ والوقائع انا عارف انها بتحزن، وعارف ان احنا كلنا بنحزن، والله انا حزنان زيك ويمكن اكتر منك. لكن التاريخ زي ما قلت لحضراتكم مشرحة التاريخ والحقائق والتاريخ والفكر والبيان والتبيان. فحسين كامل كانت فيه مشاكل كثيرة جدا، منها مشكلة مثلا الفيلق الثالث أيام المعركة مع إيران. حسين كامل زي ما قلنا إن عدنان خير الله قائد أسطوري تاريخي كبير، راجل واعي عنده خبرة، عسكري عدى 50 سنة من عمره مثلا قرابتهم ولا حاجة، ولا 45 سنة ولا 40 سنة في العسكرية، عسكري فذ واعي، عسكري كبير، واجه كل المشاكل، ما يقدرش حسين كامل يواجه منها لقطة واحدة ولا حاجة واحدة، ما يقدرش. ويرى إن حسين كامل اللي بيتصعب بسرعة الصاروخ بفضل مش بس إن هو ابن عم الرئيس، ما هو ده ابن خال الرئيس، لكن انه ومش بس ان هو جوز بنت الرئيس، لا ده كمان لانه صاحب نفوذ في المشاعر عند صدام. من اي عارفين مين اللي كان ممكن يبقى الضحيه الثانيه بتاعت عدنان بتاعت حسين كامل لو امتد الوقت كمان 3 سنين بس بوجود صدام في السلطه وحسين كامل معاه؟ كان هيبقى عابد حمود. نعم، لان عابد حمود انا سالت الرئيس صدام مين هم اخلص 3 ابنوك في حياتك؟ عابد حمود واحد منهم، مش هقول الاثنين التانيين اللي انا بقوله على المستوى المهني والسياسي، اما على المستوى العائلي ده موضوع تاني. على المستوى العائلي مؤسف، الاجابه مؤسفه جدا، مؤسفه مؤسفه جدا، بقولها مره تانية وثالثه، مؤسفه للغايه، مخزيه، عار، كارثه. عظماء بحجم صدام حسين وتبقى يعني عيب قوي، عيب قوي. ف الرئيس صدام حسين هو كان حسين كامل مدلل عنده جدا، وده اللي جرح الرئيس صدام حسين قوي، ان هو مدلل عنده محل ثقته الكبيره، وجابه من ايام ما كان شاوز زي علي عبد الله صالح، واحد كده واقف الاوضه في السوالف بتاعته لغايه هنا كده واقف حراسه، هو وعابد حمود ورا بعض جنب بعض ورا الرئيس، وبعدين يتصعد حسين كامل، وبعدين على بسرعه النمله يتصعد الصبور المتحمل للشدائد كاتم الاسرار الاكبر والاوحد عابد حمود للرئيس صدام حسين. في حاجه قبل ما انساها بقول للرئيس صدام حسين، مين اللي بيعرفك انت من الشبيه اكتر حاجه؟ قال لي والله هم كلهم عارفين، بس هم جم في وقت، حتى محمد الجناب اللي صنع الشبيه نفسه اللي هو اول لما عملوه جاسم العالي الاول، وبعدين فواز الامير، وبعدين المجموعه، قال لي هم نفسهم ما بقوش يعرفوا الاشباه. لكن على المستوى الشخصي عابد حمود اكتر واحد عارف كويس. اما قلت له طب مين على مستوى الرؤساء عارف صدام من الشبيه؟ قال لي واحد يعرفني بنسبه 100% وهو الملك حسين. عشان كده كل مقابلات الملك حسين صدام. الاصل. قال لي حسني مبارك. يعني بنسبة وراه 90%، لكن ما الشبيه ما قابلش حسني مبارك. الشبيه بقى قابل كله، قابل عائشة القذافي،
قابل عمرو موسى، قابل كوفي عنان، الشبيه قابل كل الناس دي كلها، لكن صدام اللي قابل جبر السفيره البريطانيه الامريكيه هناك، وهو اللي قابل. لكن الاخ في احد الكتاب اللي مبسوط قوي وعامل كتاب وعامل حاطط كده هو وصدام، ده الشبيه يا كابتن. ماشي، مش هقول اسمك عشان ما تزعلش. فالمهم، فصدام حسين له حظوه ونفوذ كبير وشخصيه كبيره، فهو حزين للغايه بشان عدنان خير الله، حزين جدا جدا. ولكن كان يعلم، ودي الكارثه بقى اللي مزعلاني بقى، كان يعلم حجم الخصومه اللي بين ايه؟ حسين كامل المغيب عسكريا وسياسيا. هو ده لو واحد عنده وعي كان عمل كده في الرئيس صدام. هو لو واحد عنده رؤيه، وبصراحه يعني ده اللي اغبى من محمد مرسي. واقسم بالله انا ما كنت بعتبر ان محمد مرسي اغبى كائن حي. ثبت ان في اثنين طلعوا اغبى منه، حسين كامل في السابق وعبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي ان واحد يجي بعد محمد مرسي ده لازم ينجح بامتياز. ينجح لو مشى بظهره كده ينجح. لكن يبقى اغبى من مرسي؟ لا، دي جديده دي بصراحه. فحسين كامل ده حاجه غريبه، وانا اسف ان ولاده يعني برضه يزعلوا طبعا مهما كان ولاده، وعلى راسي وهو حد محترم، لكن اعمل ايه؟ ده الواقع، ده التاريخ، الحقيقه، ما اقدرش اقول لحد حاجه تانية. يعني انت ازاي اخد بناته واخرج بنات صدام حسين في عز في اوج وضع صدام حسين؟ انت مين يا شحيبر عشان امريكا تجيبك؟ ده مؤتمر صحفي بياخدوا منك شويه معلومات وخلاص يا حاج. مش هقول لك معلش بقى تعالى يلا ندخلك انت الحاكم، انت رئيس العراق، وترضى تبقى رئيس العراق بعد كده يا قزم؟ ينفع تبقى رئيس نفسك؟ دي كويس ان رغد وافقت تتجوزك. انا اسف يعني، انا اسف، انا عارف اني بتكلم عن واحد ميت، وعارف ان يعني اسف يعني انا اسف، بس ده الواقع والحقيقه. ما علينا. فحسين كامل اصدر اوامر بقتل القائد او امر الفيلق الثالث، ومعاه تسعه من كبار رجال العسكريين، واحرقهم هم والجثث في عربيات. ده ايه ده؟ ده هتلر يعني ما كان يفكر قوي في جريمه بالشكل ده يقول لا ده حرام. ده مش معقول يا عم حسين، مش معقول. والناس راحوا جايبين وزير الدفاع وقالوا له الحق اتفرج على الموضوع، الراجل بس شاف الموضوع لقى فضيحه. الكلام ده على فكره كلام صدام حسين نفسه. قال فقال لي قلت له حنانيك يا عدنان على حسين، احنا محتاجينه. عدنان كويس، حسين كويس. قال انا بحب حسين وما زلت بحب. تخيل بقى يعني. بس اعمل ايه؟ فانا عاوز يعني نربيه شويه ونهذبه ونوعيه وننقله. مش عاوز اقتل الطموحات. والولد كويس وممكن يبقى واجهه في المستقبل وممكن يبقى حاجه كويسه. بس نعلمه ونوعيه. لكن مشكله حسين المنصار ان هو عبقري قدام حد فلته وعملاق زي عدنان خير الله. وعدنان خير الله مش قادر يقبل ان هذا القزم يبقى هو كلمته تبقى مسموعه في العسكريه او عند الرئيس صدام. من هنا بدات في مشاكل تحدث، الى جانب علاقه النسب اللي مش عاوز اتكلم فيها، اللي حصلت فيها مع بالنسبه لهيثم احمد حسن البكر و و و، فبرضه شيء محزن. وفي اشياء اخرى برضو مش عاوز اتكلم فيها، اتكلم فيها الحقيقه الرئيس صدام، انا مش هدخل فيها دلوقتي ومش هدخل فيها خالص. خاصه باشياء عسكريه وغيرها بالنسبه للوضع ما بين اسرار معينه، اسرار كبيره عسكريه بالنسبه للوضع ما بين عدنان خير الله والجيش العراقي والسيد عدنان خير الله والسيد حسين كامل والسيد الرئيس. فالاغتيالات السياسيه داميه وقاسيه. لذلك ليا كتاب اسمه دماء الكبار على كرسي السلطه. الكتاب ده انا عملته تقريبا من حوالي 12 سنه. والله انا نفسي ما عندي نسخه منه دلوقتي. خلص مش لاقيه، والنشر حتى ما عادش طبعته، لان تقريبا يبدو ان حد عنفه عليه ولا حاجه، لان كنت بتكلم فيه عن مناطق الاغتيالات السياسيه اللي حدثت في العصر الحديث. وابرزت منها جانب كبير قوي قوي في عمليه اغتيال الأسرة بتاعت حسين كامل، ما هي برضه عملية انتقامية جبارة جدا جبارة. فالحديث مع السيد الرئيس ذو شجون والحساسية كبيرة في الموضوع، وأنا بعتذر لكم على الإطالة،
وكل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم انه احنا نريد من بينكم ناس يعدون انقلاب عسكري او نشترك وياهم حتى نريحهم للغرب، لانه يوميا يحشون عن انقلاب عسكري متوقع.
علاقات الإنسان تبدأ دون أن تكون لها حدود إلا بانتهائي بوفاتي، اللي دائما ينطوي على فكرة جديدة وصيغة جديدة وهدف جديد وإبداعات في ميدان كل هذا.